بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد، فيديو هيفرحكم جدا. هنشوف فيه أسعار نهاية الموسم على البيجامات، وفي كمان تقومة خروج هنشوفها، في بيجامات 3 قطع، كل الحاجات اللي بتشوفوها على الفيس، وأسعار تبدأ من أول 90 جنيه. ده غير كمان البيجامة دي اللي هي بيجامة النحلة اللي كانت مكسرة الفيس وسعرها مفاجأة. ما نسيناش برضو السلوبتات، كل أنواع السلوبتات هنشوفها في الفيديو ده ان شاء الله. هنشوف بيجامات 3 قطع وحاجات كتير قوي يعني. اللي ما نسيناهوش كمان السن المحير، سن البنانيت الصغيرين جبنا لهم اطقم تعتبر خروج، حاجه كده من الاخر الناس اللي كانت طلبتها مني. هندخل نتفرج يا حبايبي ونشوف الاسعار، بس الاول نشوف العنوان فين. بالنسبه للعنوان، طبعا احنا في محافظه اسكندريه، محطه بكوس. هندخل شارع السوق هنلاقي محل نحله، على فكره هو كان قافل بس هو بيبيع احذيه اهو قدامنا. طبعا ده شارع السوق، هنخش بقى الشارع اللي على قمته احذية نحلة، هنمشي فيه. طبعا احنا كنا بنصور الصبح فكان المحلات قافلة، فدي كانت طبعا ايه علشان حضراتكم تبقوا عارفين برضو المكان. بنمشي 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 بنلاقي بقى الشارع ده اصلا كله محلات يعني. هنلاقي سوبر ماركت اللي قدامنا ده، سوبر ماركت سلسبيل، البان سلسبيل. المحل او السنتر مسلم جنبه على طول، وطبعا في كمان السنتر فوق. ابتدي حبايبي النهارده الفيديو بقى بتاعنا، هنتفرج على البيجامات والاسعار، ويعني اسعار ضرب نار من الاخر في سنتر مسلم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين السنتر كبير، كل حاجه هتلاقيه فيها. تمام، نتفرج بقى ونشوف يا جميل. عندنا النهارده بقى خصومات على ايه؟ عاملين عليها عروض، دي برضو مسلم بتاعتنا. تمام. السلوبيتا دي يمكن احنا ارخص سعر قبل كده كانت معروضه بيه، كانت 165، بس طبعا علشان التصوير هنا في قناه اول مره تشرفنا. تمام، ربنا يخليك. احنا عاملينها ب 150، بقت ب 150 السلوبيت دي. هي كده معاها الحزام بتاعها. تمام، هي بالحزام. بتبقى زي الصوره، زي الصوره بالظبط كده. الصوره بصوا حبايبي بيبقى شكلها عامل ازاي. معانا منها الوان، ده شكلها ب 150. معانا الكحلي، ايوه، ومعانا اللي هو الموف، الموف والكحلي، ومعانا الكشمير. تمام، والكشمير كمان منها. دي مقاسات عاديه، مقاسات عاديه. لا احنا بنقول هنا بقى المقاسات، المقاسات العاديه. إيه عندي برضو حاجه زي كده، في بقى سلوبيت تاني كمان، ترينج فار. ده ترينج فار بس جميل جدا، نشوفه بقى. انا منه مبيعات بصراحه تحفه، لان ثمنه كمان حلو قوي وخامته حلوه. بكام بقى ده؟ ده ب 150. شايفين الاسعار 150. تمام. عندي برضو التونيك ده، ده بقى ينفع خروج. ما هو خروج فعلا. بصوا حبايبي، تونيك رياضي للناس اللي هي كمان ما بتحبش تلبس الحاجات القصيره. بصوا ده تونيك بقى، زونت شيك قوي. الوانه ايه؟ نبيتي بس؟ لا، عندي منه نبيتي، عندي منه كحلي، أيوة. وعندي منه الجري، والكحلي كمان موجود اهو. هو الكحلي وفي الجري، والجري كمان. 3 الوان حبايبي ب 150 بس. لا ده 200. ده 200؟ ليه؟ ال 150 كان الترند. تمام. عندي برده حاجه زي كده، ده التيشيرت الفرو والبنطلون سمر ميلكو، دي نازله 135. بصوا 135 بس، حاجه فرن بس البنطلون ميلتون. سمر ميلتون. تمام، سمر ميلتون. وعندي يعني برضو دي، بصوا دي بقى، دي قطيفه، ديت 180. ايه ده الكابيشو بتاعها في حاجات بتلمع. فرن بيلمع. وهي نفسها قطيفه. قطيفه على فكره، تقيله. دي كانت ب 230. تمام. وعندي منها، المفروض كان عندي منها نجيبها تقريبا. احنا عندنا اللون ده الاحمر في كحلي. هو الموجود ده دلوقتي. تمام، بكام؟ في منها الوان 180. 180. هنتفرج بقى. بصوا بقى في كمان موديل. ايه ده ايه؟ ده موديل قطيفه. ده فستان ده ولا ايه؟ لا هو على بس جميل. قطيفه اللي هي بتبقى مطلعه هي. بصوا حبايبي تحفه للعرايس، حاجه كده اخر 230، اخر دندشه. هي عرايسي قوي. عندي منها اللون النبيتي ده، ايوه، وعندي منها اللون الاسود. النبيتي والاسود قلنا بكام؟ قلنا 230. تمام. وعندي العبايات، في برضو العبايات بقى اللي هي اللي هي بتاعت برضو الخروج، برضو سبورت دي وتقيله على فكره، ملكم تقيل قوي، وانتي بتطلعيها تقيله، واضح يعني حتى الخامه بتاعتها تجنن. بصي حبايبي، عندي منها اللون ده، وعندي منها الاحمر، الكحلي تحت احمر، وعندي اللي هو منها ده. هو النبيتي، النبيتي. تمام.
يعني هما كده ثلاث الوان، ثلاث الوان النبيتي في كحلي، والكحلي في تركواز، واللي هو البطيخي في الكحلي. وبكام بقى؟ ديت برضو ب 210. 210 عندي برضو ديت قطيفه، طبعا دي كانت نازله موضه قوي السنه دي. دي من الحاجات بقى برضو بتاعتنا، بتاعت مصنع مسلم، انتاج المصنع بقى، فبيبيعوها بسعر حلو 175. بصوا حبايبي 175 قطيفه. اوريكم برضو الخامه، بصوا شايفين قطيفه كده تمام. وده البنطلون بتاعها 175. عندي منها اللون ده، واللي هو اللون البني، بني في عسل شويه. تمام اهو ربنا، ده اللون ده واللون ده. تعال نشوف بقيه الخصومات لسه. وعندي برضو دي، دي بولر، دي فرو، التيشيرت فرو والبنطلون قطيفه. دي عامل لكم ميكس. دي عندي برضو عرض ب 150 بس. 150 وفي منها الوان. بصوا شكلها عامل ازاي، دي ب 150. عندي منها اللون اللي هو الموف، التيشيرت موف، طبعا البنطلون رصاصي ثابت. يعني كل البيجامات البنطلون ثابت الرصاصي، بس هو التيشيرت اللي بيختلف. عندي تيشيرت موف، وعندي قلنا هنا التيشيرت اللي هو الكشمير. أيوة. وعندي التيشيرت مستردة. تمام. الوان الموضه كلها. وطبعا اللون النبيتي مفيش غنى عنه، لازم طبعا النبيتي. قلنا بكام؟ 150 بس. 150 بس، حلوه جدا جميله. تعالوا نشوف حاجه ثانيه. سلوبيت الارنب، السلوبيت ده محطوطه هنا على المانيكان. المانيكان تعالوا نشوفها. بص يا حبايبي سلوبيت الارنب ده، بتاعتنا احنا جايبين الفرو اللي هي الناعمه. ليها جيوب. ايوه فين بقى؟ مش الشعبي، عشان بصوا عشان دي مش الشعبي. الكور اهي فيها، والجيوب اهي. تمام. وفي منها الوان بقى ولا ايه؟ طبعا في منها الجري، في منها الجري. في حاجه هتقع، خلي بالك. ايه يا حبايبي اهي، واحنا عرضنا النبيتي، النبيتي معروض اهي. بصوا من الظهر كمان شكلها عامل ازاي، والكابشو بتاعها. وفي الكشمير، وفي الكشمير طبعا، وفي البتنجاني. والبتنجاني اهو، وفي الزيتي. يعني في كذا لون منها. ده في سبع الوان تقريبا، ومش شعبي يا جماعه. وب بصوا بقى في سلوبيتات تانية اهي. ده سلوبيت ده، صح؟ لا ده بيجامه. بصوا بس شكله حلو، قطيفه، بس اللي هي فروه، اللي هي الناعمه، اللي هي بيسموها فروه قطيفه. بصوا شكلها تمام. دي برضو عليها عرض ب 150 بس. تمام. عندي البنطلون بتاعها معانا لحد، عندي بقى حاجه زي كده لغايه 2 اكس موجود منها. معانا السلوبيته برضو اللي هي الارنب دي. بصوا الارنوب يعني، هو على الدراع. هو مختلف شويه، لان في ناس بتحبش تلبس الوز دون براحتهم بقى. فالارنوب جالك في عدا على الدراع يعني. دي برضو ب 150. ايوه الخامه بتاعتها برضو تقيله. بصوا حبايبي. تمام. عايز اوريكم الارنوب. فين الارنوب اهو؟ بصوا على الدراع بقى كده، شكله حلو برضو. وعندي برضو حاجه تانية، دي بجامه برضو. لا سلوبيت برضو، بس ده ب 135. بصوا ده بقى ب 135، ده بيلبس لغايه مقاس كام؟ هو ده نقول مثلا 75 لغايه، يعني مقاسات صغيره. انما الثانيه كان لحد 85. لغايه 85. بصوا ده يلبس لغايه 75. تمام. تعالوا نشوف بقى حاجات ثانيه كمان النهارده. دي بتبقى بجيوب بس كده وزراير. ايوه. دي بكام بقى دي؟ 135. 135؟ عندي الطقم دوت. ده بالشنطه؟ لا ده مش الشنطه. كله عند عامل لنا مشكله بسبب. ايوه ما بلاش تمسك الشنطه. بصوا ده حاجه بقى هاديه دي. هو ده يعتبر كمان خروج شويه. ده خروج؟ التيشيرت. ده التيشيرت بتاعه بينكي اهو. تمام. ايه ده في منه الاسود كده؟ منه ايه؟ ده عاملين عليه عرض ب 160، كان ب 220. بصوا ده شكله اهو ب 160 بدل 220. تمام. زي ما قلت لكم بقى. حاجات الخريفي الحريمي. اللي هي ب 160. اوف. ندخل على الخريفي بقى. تمام. بكام بقى؟ ده ب 160. 160. ده قطن ده. شانيل اهو. ده في منه البينك كده، وفي منه البينك. تمام. وعندنا بقى اشكال منه كتير، يعني عندي اللي هو البني الكافيه ده. تمام. 160 برضو؟ كله 160. وعندي اللي هو الجري اللي هو شبه تونيك. حبايبي على فكره في فيديو مخصوص للبيك سايز. تمام. وفي اللي هو دوت كاروهات. تمام. حلو قوي ده برضه. يعني حضرتك ممكن ايه تصوري كده الحته دي. تمام. تعالى افرجكوا بقى على الحاجات التانية الموجوده، لان في موديلات كتيره قوي. عندنا حاجه كده كل اللي بصوره لكم ده يا حبايبي ب 160، ده خريفي. وعندي كده بصي النايك ده برضه.
نايك اهو، الناس اللي بتحب بتحبه. ده في منه الوان يعني كده، دوت لبني فيروزي شويه يعتبر، ودوت احمر، وفي اسود، وفي اسود كمان، وعندي منه بصي في اصفر واورنج هنا، في حاجات كده برضو. بصي حاجات اللي على الفيس اللي بنشوفها على الفيس دي، جريت اسود تمام. بصوا بقى تعالوا افرجكم برضو تاني. بصوا البيجامات برضو، بقيه البيجامات اللي هي اللي هي الخريفي. تعالوا بقى نشوف حاجه تانية. في تعالوا بقى حاجات تانية. بصوا بقى افرجكم برضو على المانيكان عشان تبقوا شايفين بقى. بصوا تعالوا بقى نشوفها على الطبيعه اهو. تمام. ده عليه عرض ب200 بس، ب200 بس، كان ب250. ب200 بس. الخامه بتاعته حلوه كمان قوي، شكلها باين. عندي بقى حاجات بيجامات الحلوه بقى. بصوا الشياكه بقى. دي طبعا النحله، دي كانت نازله موضه اسمها النحله. كلنا بنحبها. بصوا بيجامه النحله بقى، الله، اللون الاصفر الكناري الحلو ده. والبنطلون ايه؟ بنطلون قطيفه. قطيفه بس قطيفه تقيله، قطيفه مبطنه. بصي مبطنه من جوه. تمام، يعني تعتبر قطيفه طبقتين، 190. الطقم ده ب190. اللي هو النحله. بصوا بقى خامه القطيفه كمان اللي فوق. سوري الفرو. بصوا الجمال من نعميتها، يعني حاجة كده تجنن والله. تعالوا بقى نتفرج كمان على حاجة تانية. بصوا الموديل ده كمان، ده عليه اهو، ده اللي انت هتطلعي 180. لا النهاردة في حرقة اسعار، وفي جملة الجملة، ده اللي هو الفوتوير قصدي. بصوا الفوتوير عامل ازاي عشان ما يزحلقكيش وانت ماشية. تمام. في ايه تاني؟ ايه عندي برضو، تعالي بقى نتفرج. عندي الطقم ده يمكن كان نازل موضه قوي، اللي هو الثلاث قطع ده، عاملين عليه عرض اصلا هنا، كان عندنا ب 175، عملنا عليه عرض 140. 140 بس، ده ايه ده بقى؟ ده كذا قطعه؟ هو عرايسي شويه. وشورت وتوب وفل. يا سلام، بص التوب ده، بص التوب الدلع ده. توب كده، وعايزين نتفرج عليه علياء. عايزين نشوفه حلو كده. هاتلنا كده عشان الناس تشوفه. بصوا حبايبي ده التوب من فوق. تمام، وده الشورت بتاعه اهو، الشورت، وده بقى الروب بتاعه. قصنن، حاجه قصننه كده. بكام بقى ده؟ 140. تمام. في الوان منه بقى، احنا شفنا الموف، وشفنا البستاج ده، وفي النبيتي بتاعه. نشوف بقى موديلات تانية برضو عرايسي حلوه. ده برضو زي التاني اللي هو فرو، والبنطلون بتاعه قطيفه، بس ده عليه عرض ب 160. 160 بس ده بنطلون قطيفه زي اللي هي النحله، زي اللي هي زي النحله. زي الموديل بتاع النحله. تمام. وعندي برضو حاجات قطيفه زي كده، ليها كذا شكل. القطيفه، القطيفه هنا دي قطيفه طبقتين. تمام. نفس فكره البنطلون، بيبقى البنطلون كانه دفايه منه فيه. والتيشيرت برضو كذلك، ده نازل عرض كان ب 200 بقى ب 175. ده ب 175. تحفه. وعندي منه تعالوا لسه نشوف حاجات كتيره. احنا طلعنا لكم كل حاجه يا جماعه. عندنا برضو ده، بصوا ده 180. 175. دريمز ده 175 اهو. ده بنطلون كاروهات، بيبقى مدلع. ايوه عايزين نشوفه. تعبناكي معانا. لا لا مش انا والله، البنات اللي هتيجي تطبق. حبايبي معلش. بصوا حبايبي اهو، ده كانه بنطلون خروج. هو خامته حلوه جدا، حاجه كده جميله بجد. طبعا الشغل مش طباع، تطريز. وفي منه الوان؟ لا من كل موديل، يعني هم ثلاث الوان بالثلاث اشكال مختلفه. الاسود واللي هو الزيتي في احمر، والبني. تمام. في حاجه ثانيه اهي. ده كاش عاملين عليه عرض. ده كاش شتوي. فرو. كاش شتوي يا جماعه، تعالوا نشوفه بكام. حاليا عندي منه الاسود والقهوي اهو، كاش القصير ده بكام بقى قلنا؟ دوت حاليا 135. 135 كان ب 185. تمام، 135. في الوان منه ولا كحلي بس؟ كحلي واسود. واسود فيه؟ طب تمام. ده الاسود بتاعه. تمام. الاسود بتاعه جميل قوي، لان هو كمان اسود في جراي. وعندي دي، بصوا الجلابيه، مش في ارواب عاملين عليها عرض؟ احنا عدينا على فكره على روب. تمام. بصوا حبايبي الجلابيه دي بقى، دي ب 180 بالكابشو بتاعها. 180. طبعا خامات تحفه اصلا. هو
وديت على فكره ده اللون الاحمر بتاع الخضره اللي احنا صورناها اللي شفناها. 180 تمام. دي برده ثلاث قطع. وعندي برده حاجه زي كده اللي هي الكيتكات الصوف كيتكات 160 قطيفه كيتكات قطيفه مش صيفي. لا قطيفه هي حبايبي. وعندنا كيتكات الصيفي بكام بقى الكيتكات دي؟ 160. تمام تمام. لسه هفرجكم على اللانجريهات والحاجات بس استنوا في الفيديو اللي جاي بقى. عندنا ارواب بقى كمان. ندخل على الارواب بقى. روب التايجر. لا هو للاسف يعني هو الارواب مش كتير. يعني خلصت احنا خلاص اخر الشتاء. ايوه فاتسحبت يعني. بصوا حبايبي الروب التايجر هو طبعا مقاسه بيبقى زي فري سايز فبيبقى كبير يعني. وخامته حلوه قوي. تمام. ده بكام بقى ده؟ 220 اخر السيزون بقى. ما نسيناش برضو السن المحير. تعالي بقى نتفرجوا على وعلى فكرة دي العروض. ترنجات خروج للسن المحير. ترنجات خروج للسن المحير. يعني مثلا عندي هنا دي بيلبس من 12 ل 14 سنة. من 12 ل 14 سنة. تمام. البنطلون والتيشيرت اللي تحت بيبقى قطيفة. بصوا التيشيرت خامته عاملة ازاي. ده بكام ده؟ دوت السن ده كده ب 285. احنا كسرناه جدا. ايوه. والسن اللي هو الكبير 320. 320 ده اللي هو بيلبس حتى 18 سنه. انما ده 200. ده كده 285. 285. بصوا الخامات طقم على بعضه خروج للبنات اللي هي السن المحير. مش هننسى حاجه يعني مش هننسى حد. بصوا حبايبي السن المحير. بنطلون برده ليجين خروج. بنطلون خروج بحت. تمام. برضه سويتر. ده 225. لا ده كده السن كبير. ده بكام بقى؟ دوت قلنا 320. 320 عشان السن الاكبر. في حاجات تانية للسن المحير؟ بص كل دي بقى موديلات للسن المحير. كل دي بادية من 12 سنة لحتى 18. وفي شكل اهو تاني اهو بألوان بقى. وزي ما قلنا السعر لغاية 14 سنة 18 سنة موجود ب 320. تمام. 12 و14 ب 285. تمام. بصوا اهي بقية الموديلات بتاعتهم. بيتفقوا ان هما بيبقوا ثلاث قطع. كلهم ثلاث قطع. الخروج طبعا. الليكرا التيشيرت اللي تحت قطيفة. ده حلو قوي ده برضه. سويتر يعني معظمهم فيهم فرو. وكلهم مبطنين فرو. تمام. تمام. ده صيفي ده اللي جنبنا ده؟ لا ده شتوي. ده شتوي. طب قولي لنا بقى ايه دي؟ دي بيجاما. كده عرفنا برضو السن المحير الحاجات اللي موجوده بتاعته. وعندنا طبعا شتوي كتير. بصوا. بناتي بس احنا طبعا علشان الوقت وكده احنا مش هنقدر نصور كله. عندي ديت ب 200. دي ب 200 يا جماعه. بصوا عرايسي بقى ايه ودلع. بصي عندنا الحته ديت ممكن فيها عروض الجزء يعني. ده تعالي نقول عليه الجزء ده عامه عروض يعني. هو ايه بقى العروض بتاعته؟ هو بيبقى قطع. يعني اللي هي بيبقى مثلا ايه زي تصفيات. وعندنا هنا ممكن بادي من 100 وفي حاجات بتسيب بجد والله. فين بقى؟ لحد مثلا اخري يعني. عندي مثلا دي كده ب 100. دي ب 100 يعني هنا بادئ من اول 90. ايه عندي السلوبيتا ديت. السلوبيت دي هنا عندي بس دي مقاسات صغيره ب 90. لا ما هو في بقى وفي حسب في على حسب اللي يجي لك بقى. بيعيش بقى يعني. السلوبيت دي ب 100. احلى حاجه هنا ب 150 يعني من اول 90 لغايه 150. عندكم بقى تشكيله لان مش هتبقى ممكن ما تلاقوش منها الوان يعني. بصي يا دوبك يعني تصفيات. الصف الواحد كذا مثلا في كذا شكل مش شكل واحد. ممكن تلاقي المقاس. وعندي حاجات كمان ثلاث قطع كده فيها. ده بكام بقى؟ قطيفه مضلعه دي 150. دي فيها مقاسات كبيره بس احنا عندنا تصفيات. تمام. دي برده الحاجات اللي هي التصفيات. تمام. وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا من مستر مسلم من سنتر مسلم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.